الاسم تاعي سيليني ليلى، المهنه تاعي اصلاح الراديو والتلفزيون. رانا هنا في لا سيتي تليجان، ولايه سطيف، مدينه سطيف. المهنه هذه بديتها في 1989، قول واحد 25 سنه هكاك، وحبيت يعني بنيتي هذا. هي يعني هي في تاع الدار شويه ما تقبلوهاش، فهمت؟ ما لقري انا كنت هايبه بزاف بزاف يعني، خطاش شويه في الدبي هذاك، وكل سما انسان وين يدخل في حاجه ولا في مهنه تجيه الصعوبات هذيك يعني، ما يلقاهاش سهله. ما لقري من ناحيه الدار كانت شويه الحاله، من ناحيه خوتي ولا من ناحيه تما ولا من كانت شويه صعوبات بزاف. انا بالوقت مع الوقت عرفت كيف يعني نمشي مع روحي يعني، كما حنا نقولوا عرفت بشوي 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 حتى انا. وقت فات كانوا صح يحيروا، سواء من ناحيه المراه ولا من ناحيه الرجل، يقول لك فيها مراه تخدم مثل يقول لك هذا، بصح دوك عادي نورمال. هاي سما وعجبهم ثاني الميتي، فهمت؟ سما كيما حنا نقولوا يبان لهم نورمال يعني، يحبوا الميتي هذا. دوك ما بقاتش دعوه كيما حنا نقولوا بكري، دوك كانت الهيبه كانت يسمى يشوفوا مراه يقول لك فيها مراه تخدم تلفزيون، بصح دوك كل شيء يبان لهم نورمال يعني، يعني ما عندهم حتى صعوبات يعني، يكون يجيو يشوفوني يعني يجيهم نورمال. ها درت كلش لهنا، كلش كنت نقرا في لافيه اسمهم، كنت نقرا يعني خطرتين في سمانه ولا خطرتين في 15 يوم، ما يقدروش يديروا لكم كل يوم خاطرش ما كانش كاين، فهمت؟ غير انا وحدي سما كانوا توجور كي نخرج للكلاسه انا برك، فهمت؟ درت ستاج تاعي 3 سنين، فهمت؟ وشني كثير الوقت يعني، وذاك وذاك كنت توجور نعقبوا لهنا في خدمتي، وديت الخبره بشي بشي بشي. هو زوج تاعي مسيو حمادو الحسن، هو اللي علمني، هو اللي فورماني، هو كلش يعني، فهمت؟ هو يعني الفضل كله يروح ليه هو، خاطرش هو اللي كان ملامتي. قال يعني لو كنت تجي هكذا تخدمي يعني، كنت انا فحله شويه مع روحي، كنت هذاك سما دا هو مني شويه هكذا، حتى ولا دخلني هو في الميتي هذا. المشتري فوالا يجيب لك تلفزيون، هو يحكي لك يعني واش بيه تلفزيون، انا تجا غير كي يدخل تجا طول نسقسيه نقولوا يعني واش بيه تلفزيون، هو يفهمني انا كي يفهمني برك تجا عندي خبره يعني التلفزيون كيف راه، فهمت؟ سما وحدي هذاك كلشي يعني في راسي. كنا في نواري بلون، بعد ولينا بشوي بشوي لحقنا الكولير، ودوك هاي متطوره الحاله. سما ماشي واش بيه التلفزيون تاعك، سما تجي كي يشعلوا تجي ينتشروش هنايا لهنا هكذا. فوالا هكذا يدير الديفو، هذا هو الديفو تاعو. هذا هو الديفو هاك، ماركي لي لو نو برينو النيميرو تاعو تاع النيميرو تاعك تاع البورتابل. قداش شكلك باش يجي؟ واحد الساعة هكذاك، ساعة ساعة ماكسيموم، ساعة ساعة ونص يكون واجد بربي ان شاء الله. اسما في الاول كنت شوي يعني اسما كيما حنا نقولوا كنت براسي يعني، اسما تجيني هذاك، بصح النهار اللي كيما حنا نقولوا جاو الاولاد كانت شوية اسما عندي زوج سوايع ولا 3 سوايع نعقبها مع الاولاد. عندي مثال دوكا راني نخرج من 9 حتى ل 12 نخرج، تلقاني حتى للساعتين للساعتين مثال للسبعة، سما سما هي كثير الوقت يعني، صح في خدمتي بصح مادة شوية وقت الأولاد، هاك تعرف كيفاه الأولاد. هي يعني صح يعني الميتي هذا هو صعيب شوي، لازم الإنسان توجور مع الخبرة برك، فهمت؟ وشني الإنسان كي يحط راسو ممكن مع الوقت مع الوقت مع الوقت يقدر يقدر يوصل يعني كيما حنا نقولوا. ها لي زابرونتي يقراو في اللافيه، ومن بعد حتى كيجيو لهنا يتعلموا في اللافيه يقراو برك، هم يتلاحوش مش كيما لهنا دوك التلفزيون كيشوفوا محلول وداك يحب هذاك. انا نخليه ونبقى نتبعو يعني، انا ما نعطيهولوش طول، نتبعو بالخدمه يهز، فهمت؟ بشي 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 ولي يتعلم، ومن بعد سيدك تبقى اللافيه تعطيهم الدبلوم باه هما كون يحلوا حانوت ولا داك يقدروا كيما حنا نقولوا، فهمت؟ ولهنا يجيو يتعلموا براتيك كيما حنا نقولوا، ولافيه يا سما غير يقراو.
نقول لك الله يبارك هم واحد العشرين ولا بلوس عمر الله يبارك كلهم بحوانتهم وذلك الحمد لله يعني وش هني يديو الميتي يديو الخبرة كما احنا نقولوا تاع الميتي هذا هم يخدموا نورمال يخدموا لي تلفزيون لي ديمو لا راديو تاع كما احنا نقولوا تلفزيون كما احنا نقولوا لا راديو تاع الديار لا راديو تاع طوموبيلات نورمال ركبي ياك صحنا فوالا زيدي لي فيش تاع لا كوموند زيدي ركبي لا فيش هذيك زيدي تاع ديماتيزور هذيك الحمراء فوالا برونشيها تما زيدي برونشي هذه لهنا برونشي فوالا هذه تاع لو سون خلينا ما يهمش هاي برونشي كابس كتل فوالا بسم الله بدلي لي شان تما نزيد نديرو هاتي نديرو لا روشيرش ها هو عندنا الطابلو تاعو تاع لا روشيرش ها يسمى الميتي هذا يسمى دوك حنا نقول لك كيما حنا نقولو الجديد دوكا خرج ال سي دي ومن بعد اللاد ومازالت يعني دوك كاين يعني سما دوك انا كي تجيني تيليفزيون 55 هاني نحكمو لازم ناخذ وقت شي عندي خبره عليه دوك ال سي دي مازال ال سي دي سما هنا اللاد هذاك سما دوك الناس هو اللي مشتري واش يحب كان اللي يحب يلزق يعني كيما حنا نقولوا في التلفزيون تاعو القديم اللي يكون يتفرج فيه هاو كون يجيبو نخدمو هانا نخدمو له نورمال بصح ال سي دي راه مازال صح عاودي سودي هذا والله سودي لا فيش بيليتي سودي لا فيش بيليتي الاخرى على السنين سودي فوالا زيدي سودي ليه هي حنا ثاني انا توجور ثاني مع جديد انا كنا بكري في النواري بلون ومن بعد الكولور والكولور دوكا وزاد تطور مع ال سي دي مع هذا حنا ثاني توجور مع جديد ثاني هذا كنا نجيب لي واحد النواري بلون ما نخدموش نخدم واحد كولور دوك يروح الكولور 55 هاو كاين ال سي دي يروح ال سي دي يجي لاد وحنا ماشيين هذه هي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عطيني لا بيس وي عطيني رولويتا رولويتا عطيني لا ليمونطاسيون تاع ديمو وحده تاع تلفزيون دوك على لا بيس كاين لا بيس دوك الحمد لله من كيستيون لا بيس كاينه كلش ما عندنا حتى مشاكل مع لا بيس نشريوها نورمال اي حاجه نكونوا محتاجينها في التلفزيون كاينه تي في ديمو انت يا شتي بارك الله فيك لا بيس كنت انا ضربه الاولى انا اللي نروح نشريها خاطرش كنا يعني كان هو اللي حاكم الحانوت الحسن كان هو اللي حاكم الحانوت ومن بعد ولينا تسمى وين والفوني المشتري انا وعاد هذاك ولا هو اللي يروح يشري لا بيس وانا نقعد انا تسمى نجيب انا من الصباح حتى العشوه سمعني توجور مع المشتري الله يبارك هادو شهداء هادو اسم الشهداء ربي يرحمهم هادو هما اللي جابوا الاستقلال وفرحوا البلاد وهذه واش تمثل لي هادو المجاهدات اللي كافحوا على البلاد وبه جابوا الاستقلال وضحوا برواحهم وبالنسبه لي انا شهداء فهمتي واي وحده تتمنى يعني لو كانت تكون في بلاصتهم يعني اي انسان يعني يتمنى يكون ويعطيهم الصحه وربي يرحمهم ان شاء الله وهذه هي خلاص الاستقلال قدم البلاد يعني وين بلادنا متحررين عايشين حرين يعني كما حنا نقولوا المراه الله يبارك هي ما بقيناش يعني كما حنا نقولوا دوك ما لقي العقليه انا راهي تبدلت ما بقاتناش نسمع العقليه تاع بكري يسمى الانسان تقاه ما لقري الانسان هو يمشي يعرف فيه يمشي يعرف فيه يكون روحه يعرف فيه يعيش يعرف فيه هاي فيها حوايج بزاف يعني الاستقلال يعني من الاستقلال وقلب لهم الحمد لله يعني يا ربي خمسة جوي يعني حسب انا ما حضرتلوش حسب ما يحكيو لي عليه هي تحكي لي عليه ما خمسة جوي خطاش يجي انا حنا كل عام ويجي خمسة جوي يمثل لي يعني عيد النصر وين ماتت الشهداء عليه فهمت وربي يرحمهم
اسم المرأة اللي هنا في كما حنا نقولوا في الجزائر اسمها مي سهلة. اسمها المرأة باه تدخل لميتي وتكسب ميتي سواء تقري ولا طبيبة ولا كما حنا نقولوا ولا حتى في الميتي تاعي انا ولا خياطة ولا اي صعيبة ماشي حاجة يعني كما حنا نقولوا سهلة. نهضروا على النجاح اللي راه متكون في بلادنا يعني من ناحية المرأة من ناحية الشباب من ناحية البلاد الحمد لله يعني عدينا موما راحت فاتت هذه هي خلاص من ناحية تكوين تاع المرأة. المرأة دوكا عايشة ليبر انا عايشين ليبر يعني ما عندنا حتى ضغط فهمت ما لقري من ناحية اي ميتي يحب يكسبوا انسان تكسبوا مرأة ولا يكسبوا رجل يلا ما كان حتى مشاكل يعني الحمد لله ربي. يعني انا نوشني متمنية للجزائر كل يعني كل هنا وخلاص لهنا الصحه ولهنا وخلاص. أولا خير